بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان كده درس تبس تود مسلمي اتوق. قلنا أن هذه المسائل الأربع الدليل عليها سورة العصر. بس دقيقة من ذلك بو تود مسلمنا دليلي أسر سورة سين. علم نتعلم أول. برنش سئلم يعني برنش دي بس بقنمس. إذا تعلمنا نعمل. بقنا بوغان يمكن أمل قلمس. وإذا عملنا ندعو إلى هذا الذي تعلمنا. أمل قلب بوغان كيم دالات خلمس نصبر على العلم والعمل والدعوة أمل كين إلم جاء أمل جاء ودالات كيس هبر خلمس صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر بو دنيا دا مش ناس لنا قلصاق الله من إذن بلان قبر دي كيسو الله جواب برمس وقلنا أن الصبر على ثلاثة أقسام صبرا على طاعة الله حتى تؤدى وعن معصية الله حتى تجتنب وعلى أقدار الله Şunlarla biz dediğimizdeki sabrının üç kısmı buldu. Birincisi, taat ibadet kılışta sabır kılış. İkincisi, haramla taşlaşta sabır kılış. Üçüncüsü, Allah'ın takdiriyle sabır kılış. Yani, هذا القسم الأول المسائل الأربع من هذا المتن المبارك. Bu olsa, muşu kitap, yani Resulü Felâfe diyen kitabının birinci kısmındaki tört mesele. قلنا القسم الثاني من هذا المتن المسائل الثلاثة. Bu kitabının ikinci kısmı biz dediğimizdeki üç meselenin özü içine alıyordu. ما هي المسائل الثلاثة؟ وش مسألة دكتور نسمة؟ المسألة الأولى أننا لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. برينش مسألة بس الله تعالى شخصس، ونا توحيد الربوبية يعني بالقدر لقطة هم شو نقله ونا اسم صفات لدا يك يعانى ده بليش مسكرك. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. إيش كنتش مسألة؟ Allah Teala'nın biz ibadette yeki yegane de bilip itikat kılışımız gerek. Yani hiç kanal bir ibadetini Allah'tan başka kılmasalımız gerek. El mesele الثالث البراءه من الشرك واهله يعني كيف نتعامل مع الكفار مع اليهود مع النصارى مع غير المسلمين. Üçüncü meseleyi kesek o olsa kafirlerin müşriklerin adacıda bulmak. Yani kafirlerle müşriklerle kandak muamele kılmız. Naam. اولا نعرف التوحيد. Birinciden biz tevhidin توحيدنا نمي كان لجنة دبتين. لأنه قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ مثلاً برس صورش ممكن سن موحد مسن يعني توحيد كأمل كلام سن. تقول نعم أنا موحد. يقول ما هو التوحيد؟ سن ها من موحد ديسن لكن أسن دن توحيد جن ماذا بصورة له؟ تقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى يعني لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سن من قد جواب يرد دين كي توحيد جن الله تعالى توحيد ربوبيه ده يعني پروردگارлыкта هم شنداقلا عبادتта هم الله تعالى onun isim sıfatlarında bir yekkeygane de bilip itikat kılış. توحيد اذا معنى هذا ان التوحيد اقسام ثلاثه. امسا bu gibimizden kilip çıktı ki tevhid 3 kısımga bölündü. الاول توحيد الربوبيه. En birinci kısmı tevhid الربوبيه. هو افراد الله سبحانه وتعالى بافعال. الله تعالى özünün پروردگارлыкта yekkeygane de biliş. الثاني توحيد العبودية توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إيش كنت تسي توحيد العبودية هم شو نقله توحيد الألوهية مدير دو ببلصة الله تعالى عبادته يكي قانا برد بلش. نعم الثالث توحيد الأسماء والصفات. إيش كنت تسي توحيد الأسماء والصفات يعني الله تعالى ونن اسم صفات لدى بر يكي قانا بلش. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. وبوصى الله تعالى اسم صفاته برد بلش. بأن نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبولسا نيما بوديجنمس هنا نيما يعني توحيد الاسماء والصفات. بوديجنمس الله تعالى اذن كتاب دا ياكي بيغمر صلى الله عليه وسلم من سنة دا قندر دور اسم صفاتنا اوزي اسبات قران بوصا اسبات لغان بوصا بزم صفاتنا ويسمنا اسبات لايمس. وننزه الله سبحانه وتعالى عن ماثلة الخلق. همش دخل الله تعالى مخلوقات لا وخشات مايمس. وننفي كل ما نفى الله عن نفسه. هم الله تعالى يزدن قندق برناسنا إنكار قوام بوسا بزن ونه إنكار قنس يعني إذا لا يمكن أن ننفي ما نفى الله عن نفسه لا يمكن أن إلا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ماثرة الخلق شنو ممكن بس فقط لا الله تعالى والله نم پیغمبر ونونغا إثبات قلان ناس نلا إثبات قلالايمز هم شنو أقول إثبات قدرنا الله تعالى مخلوقات أوكش تبقي نعم إذا المسائل الثلاثة أننا أولا لابد أن نفرد الله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. دم أبو إيش مسألة سنم برينش سي الله تعالى نه بربر دي قارب طاوة اسم صفات لدى بر يك يجانا ده بريف إتقاط قلنا.
المسألة الثانية قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائن من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك، لا يمكن أن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. İkinci məsələ, Allah Taala onundan başqa heç kimə ibadət qılınışqa razı olmaydı. Məli o ibadət qılınan kişi peyğəmbər olamdı, ya ki bir vali olamdı, əvliya olamdı, ya ki bir cinni olamdı, ya ki bir başqa birisi olamdı, Allah Taala onun ibadət qılınışqa razı olmaydı. Al-məsələ əl-thalilə, al-muslim yuhibbillah hubb kamil. Na'am. Üçüncü məsələ indi. Hər bir müsəlmanğa biz hər bir müsəlmanı biz yaxşı görüşümüz kerak. Wal-kafir yubghad fillah. Hem şutakla kafirini Allah için yaman görüşünüz gerek. انقسم الناس في التعامل مع اليهود والنصارى والكفار والمجوس الى طرفين ووسط. نعم. Adamla kafirlarla muamele kılışta yani Yahudila bolamdı, Nasarala bolamdı yani otka çokunulan otperestle bolamdı. Ularla muamele kılış meselede 3 kısmına bölündü. İki kısım iki tarafta, bir kısım oturda. نعم. قسم يعامل الكفار بان يتعدى عليهم بالقتل والسب والشتم واخذ الاموال ولا يفي لهم بالعهود. Bir qism kafirlarga zulm qilib, ularning millarini, milini o'g'laydi yoki ularni o'ldirdi, ham shunaqla ularni tillaydi, ham shunaqla ularga bergan ahdlarga vafa qilmaydi. Va qism yusharik al-kuffar fi a'yadihim va ihtifalatihim fi tuqus hatta tazun anna hada wahid minhum min al-kafirin. Na'am. Yana bir qismdagi odamlar kafirlar bilan birga ularning yetlariga qatnashdi, ularning ibodatlariga qatnashdi. Hatto kesan u mo shu kafirlarning miki deb o'ylab qolsan dedi. Bu qism mutawassit va ahli sunna va jamoa. Inshaalloh ta'ala yaqum minhum. Yana bir qism bo'lsa ahli sunna va jamoa tur, ular o'tira holda turdi. Alloh taolo bizni ashulardan qilsin. La ta'adda alayhim la bil qatl va la bis sab va la bis shatm yafi lahum bil ubud. Ahli sunna va jamoa kafirlarga zulm qilmaydi, ham shunaqla ularni o'ldirmaydi, ularning millarini o'g'irmaydi. هم الله بيجن أهدلاجيا وباقلدهم ومع هذا لا يشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم في طقوسهم وفي لباسهم لكن مش ناس أنا قطروب مو الله كافر لانن يدبرغا إبادة لرجع ولانن كيم لرجع قطنش ما يدو يعني كافر الله أخشاش بوا ما يدو يتعامل معهم في البيع والشراء الله بلن إلهم ستم مثل ده مثلا معاملة قلدو ولادن يجيب صات دوبر نسلني يدعوهم إلى الإسلام هم شو دخل أولان الإسلام دون غشاقر دو دعوت كله يتميز عنهم هم أولادن أيرلن بتردو يعني مسلمان كابر لادن أيرلن بتردو هذه هي المسائل الثلاثة بو بوصل إيش مسألة إفراد الله سبحانه بالربوبية والأسماء والصفات برينش الله تعالى نبهر دي قارلقتا هم اسم سبات لدى بردبليش إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إيش كينش الله تعالى نعبادة بردبليش البراء من الشرك وعلى ألا نكون كالمشركين. نعم. Üçüncü məsələ kafirlərin müşriklərin adacıda buluş, ula bilən billə bulmasıdır. Nəbra bil qalb, yəni təbra bi qalbik an takuna min al-mushrikin bil i'tiqad. Qana qılıb kafirlərin adacıda bulmuş. Dilimiz bilən, yəni dilimiz bilən ulanın itiqadda bulmayız. Wa kadalika amal al-qalb an la tuhibbuhum. Həm şunaqla jürigimiz bilən ulanı yaxşı görməyimiz. Wa bil lisan taqul bi lisanik innani bara'un mimma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma a'badtu. Na'am. Şunaqla tilin bilən kafirlərin ata juda buluşun kerak. Qanda tilin bilən ata juda bolsan, ular uç başqara mən sizə ibadat qılatqan nəsə ibadat qılmayman. Sizlər mən ibadat qılatqan nəsə ibadat qılmaysınızlar. Dep aşınaq uç başqara deyişin. Wa bil jawarih la tukhalit al-kuffar fi a'yadin wa ihtifalatin wa fi tuqusin. Na'am. Hem şundakla uzanan azalarım bilen kapırlarının ada cüda buluşun gerek. Kanda kapırlarının yetleri ve ulanın ibadetliğe katlaşmaslarını bilen. Vallahi a'lam. Allah yakışı bilgi için olur.